ماذا يحدث هنا؟ عندما اشترى رحال الحوض كان منسوب الماء أعلى مما هو عليه الآن. أين ذهب الماء؟ أيعقل أن يكون الحوض مكسوراً؟ الحوض سليم. يجب أن نعرف ماذا يحدث هنا. يا رفاق، هل أتيتم قليلاً؟ ماذا يحدث يا بيان؟ لقد أوشك الماء في السخان على الغليان. يجب إيقاف السخان خلال دقيقة. انظروا إلى هذا الحوض. عندما اشتراه رحال منذ أسبوع كان مستوى الماء فيه أعلى. بيان، اسأل السمكة، ربما تعرف أين ذهب الماء. تبدو السمكة مستغربة أيضا، لا أظن أنها تعلم شيئا. ربما يكون هناك كسر في الحوض ولم أراه. سابر، ارتدي عدستك وحاول أن ترى ما يحدث، ربما هناك شيء لا يمكننا أن نرى. حسناً يا رحال، سأرى الأمر. الحوض ليس مكسوراً، إن جزيئات الماء تخرج من الحوض إلى أعلى. إن الماء يغلي منذ دقيقة يا رفاق. لقد نسينا إنذار السخان. إذا استمر الماء في الغليان سوف ينفد. دعونا نحضر مشروبنا المفضل. ما هذا اليوم الغريب؟ لقد أضفت نفس كمية الماء التي أعدها كل يوم. الماء ينقص من جديد. انظروا يا رفاق، هذا تماماً ما حدث في حوض الأسماك، ولكن جزيئات الماء المتصاعدة قليلة جداً، لذلك لم تروها. أما هنا فالبخار ملحوظ. أوه، كان علينا أن نستجيب للإنذار ونطفئ السخان فوراً. لقد تبخر الماء. أعتقد أن بيان لن تشرب الحليب اليوم، فكأسها شبه فارغ. لا تقلقي يا بيان، إنها تمزح، سنتقاسم الحليب اليوم. رعد وأمطار غزيرة. ترى ماذا يحدث للماء في السخان؟ ولم يتصاعد كل هذا البخار منه؟ هل ستلتقي قطرات المطر بصديقاتها المتصاعدة من السخان؟ لأين تذهب قطرات الماء المتصاعدة؟ دعونا نتفق على ما يلي. سيكون تصميمنا اليوم مرتبطاً بالأمطار والرياح. سابر، جاء دورك، ادخل إلى عالم القطرات وقل لنا ما تفعله وأين تذهب. حسناً، اضبط الشاشة يا بيان ولنرى معاً ما يحدث. لقد دخلت بين القطرات. حسناً، سأجلس فوق هذه القطرة. ماذا يحدث هنا؟ يا إلهي، إنها الحرارة من جديد. إنني أتبخر أخيراً، سأخرج من هذا السخان وما يحتويه من ماء، فأنا لا أحب الأماكن الضيقة. أتمنى أن ألقاكم أصدقائي في نهر أو بحيرة مثلاً. هيا يا صديقتي، دعينا نذهب. أوه، ساعدنا الهواء لكي نتحرك. انظري، لقد خرجت الكثير من القطرات معنا. يا سلام، نحن نخرج من المكان. هيا نطير. صباح الخير يا شمس، لسنا وحدنا في هذا العالم، هناك الكثير من القطرات تسعى معنا. انظري هناك، يبدو أن هناك مسطحاً مائياً، فالعديد من القطرات تتبخر.
مرحبا يا رفيقة، أهلا بك معنا في رحلتنا. أخيرا استطعت أن أتبخر، لقد انتظرت زمنا طويلا حتى وصلت إلى السطح وتبخر. دعونا نطير إلى أعلى، هيا لنرى أصدقاءنا في السحب. أشعر بأني سألتقي صديقاتي اللواتي عشت معهن في البحر. هيا إلى الأعلى. أنا أشعر بالبرد، لقد نسيت سترتي، ماذا أفعل؟ لنتجمع ونتكاثف مع بعضنا البعض، علنا نحصل على الدفء. مع الرياح أتجول، من مكان لآخر أتنقل. هذه رياح شرقية من جهة الشرق في الأصل. كم ابتعدنا يا ترى عن سطح الأرض؟ 2 من الكيلومترات بيننا وبين سطح الأرض، غيمتنا منخفضة. ياه، يوجد العديد من الغيوم حولنا. يا إلهي، ما هذه الأصوات؟ ماذا يحدث في تلك السحب هناك؟ قطرة، أخبرينا ماذا يحدث حولك. إن درجات الحرارة منخفضة جداً، لقد بدأ البرد بالهطول. يا للهول، ولكن أخبريني كم تبلغ درجة الحرارة حولك حتى يتجمد الماء ويسقط البرد. إنها -31°C. بارد جداً، هل يمكن أن يحدث هذا في غيمتنا؟ إن درجة الحرارة أعلى من الصفر. الحمد لله، لن يحدث عندنا يا صديقاتي ما حدث في الغيمة المقابلة. إن قراءة ميزان الحرارة تنخفض. نشعر بالبرد، لنتجمع أكثر حول بعضنا. إن حجمنا يزيد ووزننا يزيد. سنعود إلى سطح الأرض. لقد نسيت ميزان الحرارة في الأعلى، أريد أن أحضره. اتركيني، اتركيني يا جاذبية الأرض. عدنا إلى الأرض أخيراً. صباح الخير يا صديقتي، كيف كانت رحلتك؟ رحلتي كانت شاقة ولكنها رائعة. أوه يا إلهي، ماذا يحدث هناك؟ هل بعد عناء عودتنا إلى الأرض نلاقي هذا المصير؟ النجدة، لا نريد أن ننزل. لا تذهبي يا صديقتي، أرجوك. هل رأيتم ما حدث؟ إنه لأمر رائع. تفضل. شكرا لك. هل كل هذا يحدث مع جزيئات كتلك الموجودة في الكأس؟ ليس ماء السخان وحده ما يتبخر، يوجد بخار من البحيرات أيضا. أجل، كم كان رائعاً! هل لاحظتم كيف تكونت الغيوم؟ لقد شعرت بالقطرات وهي تتجمع وتكبر. نعم، تكاثفت لأنها بردت ثم تكونت الغيوم. تمنيت لو أني قطرة ماء، لقد خرجت من الأرض ثم إلى السماء وتجولت مع الغيمة ومع الرياح. قطرات الماء تعيش مغامرات قبل عودتها إلى الأرض. وماذا تفضل يا رحال؟ بأي شكل ستعود إلى الأرض؟ ربما على شكل قطرة ماء؟ لا، ربما يعود ثلجاً أو برد. ماذا لو سقطت في خزان ماء؟ ونزلت بلا ذنب مع الماء المتسرب من الصنبور؟ ها، حينها سأذهب مع المياه الجوفية. كم كان مثيراً ما يحدث يا رفاق،
الرياح حركت الغيوم في جولة رائعة وهزت الأشجار، ولكني لم أفهم تلك الأداة ذات السهم التي مررت من فوقها. صحيح هذا الشيء يا سابر، ماذا كان يفعل وحيدا في ذاك المكان المفتوح الفارغ؟ دعونا نسأل كتابنا عنها، ولتكن هذه الأداة مشروعنا لليوم. يا كتابنا، رأينا أداة تقف وحيدة في مكان واسع لا بيت فيه ولا شجر، طويلة ولها سهم. إنها دوارة الرياح، يشير سهمها إلى اتجاه الرياح، أما الحروف أسفل السهم فتشير إلى الاتجاهات الأربعة. وكيف يمكن أن نصنع دوارة الرياح؟ حتى تصمموا دوارة رياح بسيطة تحتاجون إلى قصبة بلاستيكية، مقص، ورق مقوى، قلم رصاص مع ممحاة، غراء، دبوس، كأس زجاجي يحتوي على رمل. شكراً لك يا كتابنا الرائع، سنقوم الآن بتصميم دوارة رياح. سنصمم دوارة رياح المستخدمة في تحديد اتجاه الرياح. تمثل هذه القصبة مؤشر دوارة رياح. قست 2.5 سنتي من نهاية القصبة، ثم قست 1.5 سنتي من بدايتها. باستخدام المقص سأصنع قطع طوله 2.5 سنتي في القصبة. وقطع آخر بطول 1.5 سنتي في الطرف الآخر. بيان، جاء دورك. رسمت ذيلاً ورأساً للمؤشر من الكرتون وقصصتهما. الآن أصبح لدينا ذيل للمؤشر من الكرتون وهذا هو الرأس. رائع. سأضع الغراء على الذيل وأدخله في القصبة. والآن دور تثبيت الرأس. وسأدخل هذا الدبوس في منتصف القصبة. هكذا أصبح مؤشر دوارة الرياح جاهز. والآن دورك يا سابر، ماذا لديك؟ لدي قطعة كرتون دائرية ثبتت عليها أحرف أربعة تمثل الاتجاهات الأربعة: شمال، جنوب، شرق، وغرب، وصنعت في منتصفها فتحة دائرية. رائع. سأدخل هذا القلم في منتصف هذه القطعة، ثم سأدخل هذا الدبوس في الممحاة. وسأغمس القلم في الرمل. لقد انتهينا بهذا من إعداد تصميمنا لليوم. أصبحت دوارة الرياح جاهزة، والآن دور تجريبها. رحال، هل أحضرت المروحة لو سمحت؟ أحضرت المروحة، وتلزمنها أيضاً بوصلة لتحديد الاتجاهات. وبهذا نكون ضبطنا الاتجاهات بشكل صحيح. هيا يا سابر ساعدني. حسناً حسناً يا رفيق، لنرى ما يحدث. يا سلام، إنها تعمل، لقد نجحنا. تحرك المؤشر، إنه الآن يشير إلى جهة الغرب، والرياح آتية من جهة الغرب، إنها رياح غربية. دعوني أغير اتجاه المروحة. إنه المشرف. لنرى ماذا فعلتم اليوم يا رفاق. لقد صممنا نموذجا لدوارة الرياح تستخدم لتحديد اتجاه الرياح،
حيث يشير اتجاه السهم إلى الجهة التي تهب منها الرياح. أحسنتم صنعاً يا رفاق، إنه تصميم مذهل. دعونا نحتفل بنجاحنا، لنقم معاً بتقليد صوت المطر بأصابعنا. افعلوا معي ما سأفعل. سنضرب راحة اليد اليسرى بسبابة اليد اليمنى، هكذا.